بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، رقية الرزق. الحقيقة كثير من الناس يجهل الأدعية الخاصة بالرزق، يجهل معلومة مهمة جدا، أن عين الحاسد يمكن أن تؤثر على الرزق. ربما كثير من الناس يجهلون القوة الموجودة في آيات القرآن العظيم وعلاقتها بالرزق. طبعا أقول لكم هذا الكلام عن تجربة شخصية. والإنسان عندما يضيق به الحال يلجأ للقرآن. يعني مثلا سيدنا يونس عليه السلام ضاق به الحال وهو في بطن الحوت في ظلمات الليل وفي ظلمات أعماق البحار. طيب ماذا يفعل؟ كيف نجا من بطن الحوت؟ مع العلم أن عملية إخراج سيدنا يونس من بطن الحوت من ظلمات وأعماق البحار عملية أصعب بكثير من عملية الرزق. يعني الإنسان يذهب ويسعى ويشتغل ويكسب رزقه، هذا نظام يومي. طيب إذا كان سيدنا يونس استفاد من التسبيح، استفاد من الدعاء، أن الله نجاه ببركة هذا الدعاء، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن التسبيح والدعاء أيها الأحبة مهم جدا في تكثير الرزق. أنا اليوم سأتلو عليكم بعض الآيات، أتمنى أن نحفظها ونكررها، لن تخسر شيئا. كل حرف تقوله تكسب 10 حسنات أخي الحبيب. كل يعني آية تقرأها ترتقي بك في الجنة إن شاء الله، تلقى الله وهو راض عنك، لن تتكلف شيء. يعني هذه الرقية مجانية ولن تكلفك شيئا، ولكن فوائدها عظيمة كثواب كأجر، الله يرضى عنك، بالإضافة إلى أنك تتفاءل برحمة الله، تتخلص من ضيق الصدر، تتخلص من ضيق العيش، وبنفس الوقت تراقب نتيجة هذه الرقية وتأثيرها عليك وعلى حياتك. وأنا أقول لكم هذا الكلام عن تجربة، والكثير جرب هذا الأمر وكانت النتيجة خيرا. لماذا؟ لأن الله سميع بصير، الله يسمعني الآن ويسمعك وأنت تدعو. فنحن إذا قصدنا فلان من البشر من صفاته الكرم لا يردك. إذا قصدت إنسان بعطاء معين لا يردك إذا كان كريما. يعني طب كيف بأكرم الأكرمين؟ هل يرد إنسانا يقول يا رب؟ انظروا أيها الأحبة، قبل أن نقول الرقية يجب أن تعلم أخي الحبيب أن الرزق أنواع، ليس هو الفلوس فقط، ليس هو المال. المال هو نوع من أنواع الرزق. الصحة رزق عظيم، أن يصرف الله عنك الشر رزق، أن يصرف عنك الظلم والأذى رزق، أن يطهر بيتك رزق، أن يرزقك الزوجة الصالحة هذا من أهم أنواع الرزق، أن يرزقك الولد الصالح هذا نوع كبير من أنواع الرزق. لذلك أن يصرف عنك شر مرض هذا رزق أيضا، أن يصرف عنك شر حادث هذا رزق. فلا تحصر دماغك أخي الحبيب بالمادة بالأموال، يجب أن توسع تفكيرك. اقرأ معي هذه الآية. الله تعالى يقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ما معنى زين للذين كفروا الحياة الدنيا؟ يعني الحياة الدنيا فتحت أبوابها للذين كفروا، لأن ليس لهم حظ في الآخرة. فتجد في الدول غير الإسلامية مثلا بعض الدول الغربية تجد الرزق والأمطار والشجر والخيرات والأموال تتدفق عليهم،
ولكن هل هذا يعني أن الله يحبهم ويسخرون من الذين آمنوا؟ قادهم هذا الرزق وهذا العطاء أنهم أصبحوا يسخرون من المؤمنين، يستهزئون بالمؤمنين، يقول هذا المؤمن متخلف. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يوم القيامة أخي الحبيب، مهما كنت فقيرا، ما دمت تقيا، ما دمت تقول يا رب وأنت واثق به، ستكون فوق هؤلاء الذين يعني يظهرون بالنسبة لك يملكون مليارات، ولكن ربما حياتهم تعيسة. أنت ستكون فوقهم إن شاء الله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه العبارة أخي الحبيب يجب أن تكررها باستمرار. كلما ضاق بك الرزق قل والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وأنت واثق أن الله سيرزقك. ولكن نوع الرزق نحن لا نعلم ما هو الشيء المفيد بالنسبة لي، أنا لا أعلم ما الذي يصلحني، لذلك أترك يعني الله تعالى هو يختار لك. الله قل يا رب أنت اختر لي الرزق الذي يناسبني ويقربني إليك ويجعلك راضيا عني. هناك آية طبعا موجودة في القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآية تفتح لك أبواب الرزق في سورة آل عمران. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أيضا على الأقل كرر هذا المقطع، قل يا رب أنت الذي قلت وترزق من تشاء بغير حساب، فافتح لي أبواب الرزق، افتح لي الأبواب المغلقة. سيدنا عيسى عليه السلام المسيح طلب من الله أن ينزل عليهم مائدة. طبعا بنو إسرائيل لم يكن لديهم ثقة بالله عز وجل. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ سبحان الله، يعني عقولهم يعني محدودة جدا. طيب الله الذي خلق الكون من لا شيء وخلقهم من لا شيء يعجز عن إنزال مائدة؟ هنا سيدنا عيسى دعا الله سبحانه وتعالى، ماذا قال؟ قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. هنا الشاهد أيها الأحبة الذي أحب أن تكرره أخي الحبيب، الذي ورد على لسان سيدنا عيسى: وارزقنا وأنت خير الرازقين. كرر هذه الجزء من آية، كرره 7 مرات: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذه الكلمات لها مفعول السحر. لماذا؟ لأن سيدنا عيسى عليه السلام استخدم هذه الكلمات، فببركة هذه الكلمات أنزل الله عليهم الرزق. وبالتالي يعني أنا اليوم رزقي ضيق، وهناك إله كريم يقول ادعوني أستجب لكم. طيب ألجأ إلى فلان وفلان وفلان، وهذا يردني، وهذا يمنعني، وهذا يستهزئ بي، وهذا، طيب لماذا؟ والله تعالى موجود، سيسخر لك الكون أخي الحبيب، يسخر لك أسباب الرزق سبحانه وتعالى، لأنه هو القائل. دقق هذه الآية واحفظها وتذكرها كلما رأيت غنيا فتحت له أبواب المال،
فتذكر هذه الآية عندما تجد نفسك ضيق الرزق وتنظر إلى ناس وناس أغدقت عليهم الأموال. احفظ هذه الآية: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق، يوسع الرزق يعني، ويكثر الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق يعني. ولكن هذا الرزق بالنسبة لهذا الغني إذا لم يستخدمه في طاعة الله سيكون حسرة عليه يوم القيامة. لذلك قال تعالى في نفس الآية: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فكلما ضاق بك الوضع تذكر هذه الآية وقل أن هذا الرزق الذي يبسطه الله لبعض الناس ليس بالضرورة أنه يحبهم، قد يكون استدراجا لهم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هناك طبعا اليوم يعاني الكثيرون من قلة الرزق وعدم القدرة على تلبية حاجات الأولاد، فتجد من الناس من فقد ثقته بهذا الخالق. الله تعالى يقول، وتذكروا هذه الآية أيضا أحبتي في الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كلما نظرت إلى أولادك ورأيت أن الحال ضيق وطالباتهم تكثر وأنت لا تستطيع أن تلبي، اقرأ هذه الآية سترتاح. على الأقل هذه الآيات تريحك نفسيا أخي الحبيب، يعني على الأقل. وأنا الذي أتأكد منه أن الله سيرزقك ولكن بالطريقة التي هو يختارها. أدنى درجات الرزق هو كثرة المال على فكرة، لأن كثرة المال يعطيها الله للملحد والكافر ومن يطلب الحياة الدنيا. ولكن من يحبه الله يبتليه، لأن الله يريد الآخرة لا يريد الدنيا، فلتكن عينك على الآخرة وليس على الدنيا. إذن دائما عندما تراقب أولادك وضيق العيش قل، تذكر، قل يا رب أنت القائل نحن نرزقهم وإياكم، فارزقني ووسع لي الرزق وافتح لي أبواب الرزق. والله هذا الإله العظيم لا يرد سائلا أبدا. كذلك عندما ترى أصحاب المليارات يتمتعون بالأموال وترى نفسك وكأنك وحيد في هذا الكون، الله يراك ويخاطبك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تنغر، لا تنغر بهذه المظاهر. شخص لديه المليارات والمتاع والكذا والسيارات لا يغرنك ذلك، ربما هذه فتنة له أنت لا تعلم مصيره، الله أعلم. ولا تمدن عينيك، لا تجعل عينيك تشتهي ما متع الله به بعض الناس زهرة الحياة الدنيا، يعني زخرفة، زينة، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذن المال فتنة أخي الحبيب، كثرة المال فتنة. قليل ممن يعطيه الله المال وينفقه في على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، قليل جدا. النسبة العظمى تنفق المال على الملذات، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أنت مهمتك أن تطبق تعاليم الإسلام، تنقذ نفسك وأهلك من النار، هذا الأهم. يعني أنا إذا لدي مليار دولار الآن كرزق ولدي طفل سيموت، طب أنا أنقذ الطفل أولا، هو الأهم. ماذا سأستفيد من المال؟
إذا مات هذا الطفل أو مت أنا. لذلك يعني الآن إذا جئنا بأفقر إنسان مهما كان فقيرا وقلنا له هذه مليار ولكن بشرط أن تموت مثلا أو ترمي بنفسك في البحر، لن يقبل. إذن حياتك أخي الحبيب أعلى من المليارات، أعلى من المال. وبالتالي الله هنا ماذا قال؟ قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، ورزق ربك خير وأبقى. هذه أيضا عبارة يجب أن تتذكرها، ورزق ربك خير وأبقى. تكرر طبعا هذه الآية، ورزق ربك خير وأبقى، حتى تصبح جزءا من حياتك، حتى تصبح هذه الكلمات تبرمج دماغك على هذه الكلمات. أولا سترتاح نفسيا، ثانيا ستقوي ثقتك بهذا الخالق العظيم أنه لن ينساك، وستفتح لك أبواب الرزق كما يريد الله بما يصلحك وليس كما تظن أنت، لأن الإنسان قد يتمنى الشر لنفسه. تجد إنسان مثلا ذهب إلى دولة غربية ليحسن حياته وليعيش حياة فارهة، فمات هناك بحادث، بمرض، بكذا. طيب ماذا حقق؟ إذن أنت لا تعلم الخير أين هو، فلا لا لا تسرع هكذا وتتعجل في دعاء ربما يكون شر لك. لا، قل يا رب أنت اختر لي الرزق الذي تحبه، الرزق الذي يصلحني، الرزق الذي يرضيك عني. لذلك هنا أيضا آية أخرى يجب أن تحفظها أخي الحبيب، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. كرر هذه الآية أيضا كجزء من رقية الرزق. طيب، لهم مغفرة ورزق كريم، ما هو الشرط؟ آمنوا وعملوا الصالحات. طيب أنا آمنت بالله، بقي علي العمل الصالح. إذن العمل الصالح هو وسيلة للرزق، الاستغفار هو وسيلة للرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن أكثر من الاستغفار، على الأقل كل يوم 100 مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، كما كان يفعل حبيبكم عليه الصلاة والسلام. وهذا جزء أساسي من رقية الرزق. هنا آية أنا أيضا أود أن تتذكرها كلما ضاق بك الحال. تذكر أن الله تعهد أنه لن ينساك لكي تتفائل، لأن الإنسان إذا تشاءم كثيرا وفقد الأمل ممن حوله وفقد الأمل من الرزق سيموت قهرا. هذه الآية تعطيك تفاؤل. انظر أخي الحبيب، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه آية عظيمة أيضا يجب أن تحفظها، يجب أن نحفظ آيات الرزق أو بعضا منها على الأقل. كلما نظرت من حولك اقرأ هذه الآية، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لذلك هنا أيها الأحبة، يعني مثل هذه الآيات تعطيك تفاؤل. طيب الله لا ألزم نفسه أنه سيرزق حتى الدواب، حتى النملة الله يرزقها في ظلمات الأرض. طيب هذا الإله سيرزقني إذا قلت يا رب؟ لذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول، وهذه آية أساسية أيضا في رقية الرزق، تقرأها 7 مرات، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء
وهو القوي العزيز. وعندما تقرأ هذه الآية يجب أن تتذكر آية أخرى، أن كثرة الرزق قد تكون مدمرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قارون بسط الله له الرزق بغى، فخسف الله به الأرض، معلم أنه كان مؤمن قبل ذلك. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. الله خبير بنفسي، بصير بحالي، لذلك سينزل علي من الرزق ما يصلحني، سواء كان قليلا أو كثيرا. آية أخرى أيها الأحبة يمكن أن نكررها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه الآيات يعني يجب أن نحفظها. أنا غالبا كنت في حالات الضيق أقرأ هذه الآيات لا شعوريا، أقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأنتظر رزق الله سبحانه وتعالى، ثم أقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه في آخر سورة الذاريات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهناك أيضا آية عظيمة جدا أنا أختم بها، وهي مهمة جدا، تقول لك التقوى يؤدي إلى الرزق وليس العمل، لأن العمل ليس هو السبب الحقيقي أيها الأحبة، العمل هو نتيجة لأسباب يقدرها الله. يعني أنا الآن أريد أن أعمل، طيب لا يوجد عمل، ماذا أعمل؟ ولا شيء. إذن الله يهيئ لك أسباب العمل ليؤدي بك إلى رزق معين. لاحظ أخي الحبيب، العمل ليس هو سبب للرزق، التقوى هو سبب الرزق. التقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى هي سبب أساسي للرزق. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كرر هذه الآية أو على الأقل هذه الكلمات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كررها. وابدأ منذ هذه اللحظة بممارسة التقوى، العمل الصالح، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. والله عز وجل هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم جميعا أبواب الرزق بما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.